وصلنا لمساحتنا الطبية، وكثير من الأشخاص بيهتموا بالعناية بصحة أسنانهم وأكيد المظهر اللائق للأسنان. رح نتعرف على موضوع اليوم بالتقرير التالي. قد يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الأسنان الشديد عند تناول الطعام الساخن أو البارد، سواء كان ذلك انزعاج طفيف أو مؤلم، فما السبب؟ السبب طبياً يكون ناجم عن تآكل من الأسنان وغياب أي نوع من أنواع الحماية لعاج السن، وبالتالي تراجع اللثة واختفاء الأنسجة فينكشف عنق السن. وما إن يكون الفم مفتوحاً ويدخل الهواء البارد إلى داخله، أو عند شرب وأكل الطعام البارد أو الحلو نشعر بالألم، وهو ما يطلق عليه حساسية الأسنان. لنتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة وما الحل الطبي. الجواب مع ضيفتنا الدكتور دانا مسلم، اختصاصية في علاج الأسنان وجراحتها. سلمى، مثل ما قدمت هلا التقرير وصلنا لفقرتنا الطبيه لنحكي اكثر عن حساسيه الاسنان. يمكن كثير من الناس اللي عم يتابعونا بيعانوا منها وعلاجها. معنا الدكتوره دانا مسلم، اخصائيه في علاج الاسنان وجراحتها. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بونجور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتوره. بونجور. يعني دائما في كثير اشخاص بيعتنوا باسنانهم وبيحاولوا انه هن دائما يخلوا اسنانهم نظيفه، ولكن بيشعروا بالالم اثناء تنظيف الاسنان. اسباب هي الشيء؟ هلا موضوع الالم اللي عم تحكي عنه او الحساسيه، هي اللمعان بيصير رغم العنايه مثل ما تفضلتي، لانه احيانا بحس انا انه السبب هو العنايه الزائده. يعني في اشخاص بتبالغ بالعنايه بتنظيف الاسنان اعتقادا منها انه هذا الشيء يعني جيد، فتفريش الاسنان بهي الطريقه اللي مثلا راضه او عنيفه فيها حتى للاسنان بتعمل على تاكل طبقه المينا. فنحن حساسيه الاسنان مرتبطه ارتباط مباشر بتاكل طبقه المينا، اللي هي طبعا بتحيط بالسن، الطبقه الخارجيه للسن مسؤوله عن حمايه، فهي بتحمي الطبقات الداخليه للسن اللي هي العاج واللب السني اللي هي اكثر حساسيه هي الطبقات. فلما بنفقد طبقه المينا بتصير هي الطبقات الداخليه عرضه للمنبهات الخارجيه والمؤثرات الخارجيه، فبصير عندنا هاللمعان وهالالم او الازعاج. بس قلتي نقطة كثير مهمة، يعني هو السبب الأساسية للحساسية هو طبقة المينا. تمام. في ناس من خلال مثل ما قلتي بالبداية من خلال يمكن الاهتمام الزايد، بس ممكن يكون أحيانا منشأ يعني طبقة المينا من خلال الولادة، في عنده نقص بالكلس، من خلال تقويم الأسنان، ممكن يكون في مشاكل إلى علاقة بهي الحساسية. ممكن طبعا. ممكن هلا ممكن انه في اشخاص بطبيعه الحال ان اسنانهم حساسه لانه طبقه المينا عندهم بتكون رقيقه. بس لا، غالبا هي المؤثرات الخارجيه اللي عم نحكي عنها هي اللي بتعمل على تاكل طبقه المينا، مثل تفريش الاسنان انه بشكل راض عنيف، استخدام فراشي الاسنان الشعيرات خشنه او قاسيه، هذه العمليه الحد طبعا مع التكرار هي اللي بتعمل هالاهتراء بطبقه المينا. او مثلا في اشخاص عندهم عاده اكل البزر، ادمان على اكل البزر، فبتلاقي اسنانهم هيك فيها تاكل، فهي التاكل بهالمنطقه عم يفقد لي طبقه المينا فبصير عندهم حساسيه. في اشخاص بكثير عندهم ادمان كمان على المشروبات الغازيه اللي فيها نسبه عاليه من الاحماض، بنعرف انه بنسميها مشروبات الحامضيه حتى، فالحمض هذا كمان مع التكرار فينا بيخلي وسط الفم كله وسط حامضي وبيعمل ايضا على اهتراء، بتفقد تمعدنها طبقه المينا. لهيك نحن بننصحهم انه يخففوا او لازم يمضمضوا بالماء حتى ما تضل هالاحماض على تماس مع سطح السن. فبالعكس هي يعني العادات اللي بنعملها ومنقوم فيها، مثل ما قلنا المبالغه بالتنظيف، في ناس بتفرش اسنانها 4 أو 5 مرات، كمان هذا مو شيء جيد، نحن 2 لـ3 مرات كافي. فيعني المبالغه بكل شيء كمان هذا بياثر، بيعمل لي هالنوع من الحساسيه. اكيد. طيب دكتوره، كمان في كثير من الناس اللي هي خاضعه للحشوات التجميليه بيسالوا هل الحشوات التجميليه او تجميل الاسنان بالعموم بيؤدي لحساسيه الاسنان، ممكن يكون سبب؟ هلا ممكن، هلا الحشوات التجميليه احيانا بتكون هي احدى الخيارات العلاجيه لهالنوع من الحساسيه. يعني نحن لما بنفقد طبقه المينا وهي الطبقه غير قابله ما بترجع
بتنوجد يعني ما ممكن تتشكل مره ثانيه. فهون شو بده يكون الحل؟ انه نحن بنستعين بهالحشوات التجميليه لنعوض نغطي طبقات السن الداخليه وحتى نخفف اللمعان على المريض. فهي احدى الخيارات العلاجيه. بس امتى ممكن تؤدي لللمعان؟ بده يكون صراحه خطا من الطبيب، خطا بالتكنيك تبع تطبيقها. يعني في احيانا الام تاليه للحشوات التجميليه بس بتكون في خطا بتطبيق المراحل، او انه بتكون حوافه خشنه، حوافه سيئه بتسيء للثه يلي هي بتحمي السن كمان وبتغطي جذوره، فبتنكشف هي اللثه وبصير عندي اللمعان، تنكشف اعناق الاسنان. فبهالحاله بس ممكن انه الحشوات تاذي او تسبب هالحساسيه. يعني فينا نقول يمكن اللثه كمان لها علاقه بحساسيه الاسنان. اكيد يعني مثل ما قلنا حساسيه اللثه او انتشاره او اي اجراء بسيط طبي ممكن ياثر على الاسنان. هلا شوفي مثل ما المينا الانامل هاي اللي حكينا عنها بتحمي السن، ايضا اللثه بتحمي جذور الاسنان بتغطيها. فهي دورها ايضا دور حمايه، حتى بنسميهم هدول خط الدفاع الاول لحمايه الاسنان اللي هي طبقه المينا ومن اقصى النسج بالجسم. فهي صعب اصلا انها تهترق او تتاكل، ومع هيك بيصير من الحموض ومن الاخطاء اللي حكينا عنها. بالنسبه لللثه ايضا كمان تفريش الاسنان بطريقه راضه هي اللي فيها هيك قوه، تطبيق قوه، نسيج اللثه رقيق فكمان بيسبب لها تهيجات والتهابات، بتتراجع هاللثة، بتنكشف الأعناق الأسنان، فبيصير أيضا لمعان. فلازم نحن كمان نلاحق أي مشكلة لثوية أو التهاب باللثة حتى يعني نتجنب هالحساسية. نعم لأن دكتورة حكيتي إنه المينا لما بتروح أو بيفقدها السن ما بترجع بتتشكل، وبالتالي نحن بنصير بحاجة لتعويض هذا الشيء لما بدنا نعالج المريض. انشهر يعني عبر السنين دائما من خلال إعلانات التجارية للماركات لمعجين الأسنان إنه في معجون مخصوص لحساسية الأسنان. هل هذا الشيء فعلا بيأثر؟ نوع معجون الأسنان بيأثر للأشخاص اللي وممكن يكون هو مخفف ولا لا؟ نحن العلاج حصرا بده يكون مثل ما قلتي اما بتركيب شيء من الخارج او في خليني اقول ادوات ثانيه او نصائح ثانيه لعلاج حساسيه الاسنان. لا الحقيقه صحيح، هلا بغض النظر عن العلامات التجاريه معجين الاسنان، بس اللي بيهمنا نحن كاطباء انه نركز انه يكون فيها فلورايد. ماده الفلور او الفلورايد هي بتعمل على اعاده تمعدن طبقه المينا، فبتحافظ على المعادن اللي فيها، فبصير من الصعب انها تتاكل. فبالعكس نحن في اشخاص نوصف لهم فعلا من التعليمات الوقائيه انه ياخذوا معجون اسنان خاص بحساسيه الاسنان لانه بيكون فيه نسبه الفلورايد عاليه وبتساعدنا على تمعدن هالطبقه. احيانا نوصف لهم مضامد فمويه، كمان المضامد يكون هاي الغسولات حاويه على الفلور، فكمان هاي ممكن نطبق فلور بالعياده. يعني في عده امور بننصح الاشخاص اللي عندهم هالحساسيه انه يتبعوها، لا بتساعد اكيد وبتخفف من هالوجع. ذكرتي ببعض الاجراءات لعلاج حساسيه الاسنان، خلينا نحكي عن العلاج. يمكن درجه حساسيه الاسنان تختلف، فيمكن علاج من شخص لشخص كمان بيختلف. مزبوط. يعني في اشخاص بتقول لك انزعاج خفيف، في عالم بتقول لك انه لمعان شديد ما بقدر اشرب مي بارده، فكمان يعني بتختلف حسب ما نعرف اول شيء السبب. التشخيص الصحيح دائما بياخذنا على المعالجه السليمه. فحسب كل شخص شو المشكله او شو المسبب عنده. مثل ما قلت هلا في اشخاص بنوقفهم عن البزر، بنوقفهم عن يعني المشروبات الغازيه او الحامضيه، العصائر اللي فيها كلها محليات وفيها احماض، كمان بنحاول انه يتجنبوها، واذا مصرين عليها يشربوها بس بالشريمون يعني بالسترو حتى تكون التماس اقل مع الاسنان، يعني فورا يبلعها. كمان بنقول لهم مضمضه بعدها. في كثير نصيحه بحب اقولها كمان انه اي تناول يعني الليمون اللي فيه حمض، اكل او شرب بنعرف انه فيه حمض، ما نفرش اسناننا مباشره بعد الانتهاء من الطعام او الشراب. ليه؟ لانه عمليه الحت تبع تفريش الاسنان مع الحمض الموجود نحن هيك عم نهري المينا بشكل اسهل واسرع. فنحن بنأجل تفريش الاسنان لبعد ساعه لساعتين من تناول مشروبات غازيه حامضيه او حتى الطعام اللي فيه حمض. كثير مهمه لانه ناس بتفكر العكس. صحيح، لا ما تصير مباشره بس تفريش الاسنان ابدا، نترك مجال ساعه ساعتين لحتى نقدر بعدين نفرش اسناننا حتى ما نزيد من التاكل والاهتراق بهي الطبقه او نسهل العمليه عليها. نعم. كمان دكتورة كنا نسألك عن بعض الطرق اللي بيسعى الناس فيها لتنظيف أسنانهم، من خلال مثلا بنعرف في بودرة مخصوص مثلا الأشخاص اللي بيدخنوا بيكون فيها نسبة عالية من المواد اللي هي بتحف
مثل ما بيقولوا التصبغات اللونية، أو في أشخاص صاروا يجيبوا الآلات اللي هي بالبيت ويحطوا فيها معجون مخصص ويحطوها، قد ايه ممكن تكون صح وممكن تأذي وتؤدي ل انه المينا تروح ويصير في حساسيه اسنان؟ صحيح، كثير بنسمع عن وصفات منزليه فيها اللي بيقول لك ملح، نترات، فحم، يعني خل مع ليمون. هلا هي يمكن بيلاقوا نتيجه، لانه هن نتيجه الحث اللي حكينا عنه، يعني هن صح اخذوا يمكن نطفوا اسنانهم او حسوا ببريق معين، بس هذا مع تكراره لو مرتين ثلاثه حنلاقي انه صار في خشونه بسطح السن، معناتها نحن فقدنا طبقه المينا، فنحن بالعكس عم نعمل على تاكلها وعلى حتى وعلى اهتراءها بهالحموض هي اللي عم نستخدمها، الخل، ليمون، الملح، كل هذا. فتبييض الاسنان بيصير بيتم ضمن يعني رعايه طبيه مثل ما بتعليمات الطبيب، يعني هون بيكون محمي النسج اللثويه، عيارات معينه. اما نحن هيك عشوائيا بهي الوصفات لا، اكيد في ضرر، والضرر بيصير لو شافوا نتيجه حلوه بس هي لها اثار كثير سلبيه، ومنها نحن عم نخسر طبقات السن مع الوقت وعم نتسبب لانفسنا بهاللمعان وهالانزعاج يعني. طيب دكتورة، خلينا نحكي معك كمان عن حساسية الأسنان عند الأطفال، هل تختلف عن الكبار؟ ويمكن الأطفال هن أكثر عرضة لأنه من خلال الأكل المستمر للأكلات الطيبة للسكريات كمان بينعكس سلبا على أسنانهم. صحيح، هلا عند الأطفال ممكن يصير هالنوع من الحساسية، هو أقل من عند الكبار حقيقة، لأنه هن أصلا ما بيتناولوا هالمشروبات الحامضية أو شيء، بس ممكن تصير نتيجة السكريات اللي بيتناولوها، البونبون، الحلو، فالسكر بيعمل لي تسوسات بالأسنان، وبالتالي هي التسوسات بتعمل أيضا كمان تسوس، يعني عم نفقد الطبقة الخارجية للسن وبصير عندهم آلام وانزعاجات، هون هي صار تسوس ويجب معالجته قبل ما تتفاقم يعني الموضوع. يعني بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك، ما حسنا بالوقت، وبنتمنى الصحه والسلامه للكل. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. بنشكرك اكيد، ومثل ما قلتي يمكن الاهتمام الزايد بياثر سلبا على الاسنان، لهيك الاهتمام المعتدل هو بيكون معتدل والصحيح، طريقه صحيحه. شكرا كثير لك دكتوره، شكرا لك.